السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله بخير. معكم كالعادة علي القعشي بمدونة مجهول معلومات محترف للمعلوميات في حلقة جديدة أحبابي في الله. سنتعرف من خلالها على خدمة جديدة قامت بإطلاقها شركة جوجل عبر موقع يوتيوب، تمكن المستخدمين من مشاهدة فيديو بتقنية 360 درجة. كيف ذلك أحبابي في الله؟ ابقوا معنا. إذا كما تشاهد أحبابي في الله، هذه الخدمة الجديدة التي قد أطلقتها شركة جوجل عبر موقع يوتيوب كما تلاحظ. يمكنك أيضا اكتشاف مزيد من الفيديوهات من خلال الضغط على فيديو بنطاق 360 درجة كما تلاحظ أحبابي في الله، فقط بالضغط عليه ثم سيعطيك مجموعة من الفيديوهات التي تمتاز بهذه الخدمة. أول شيء، لمشاهدة الفيديو بهذه الطريقة ما عليك سوى الضغط على أي فيديو أحبابي في الله، وستلاحظ أن يعني طريقة تشغيل الفيديو يعني مختلفة تماما. فكما تلاحظ هناك أربعة أزرار أحبابي في الله كما تلاحظ، وبالتالي من خلال هذه الأزرار تتمكن من تحريك الكاميرا بشكل يعني مناسب أحبابي، الذي يناسبك، ومشاهدة كافة زوايا الفيديو أحبابي في الله بتقنية 360 درجة. فكما تلاحظ سنقوم بتشغيل الفيديو. إذن عندما سيبدأ الفيديو في كما صلحت أحبابي في الله، سنقوم أحبابي في الله بتحريك من خلال هذه الأزرار كما تلاحظ، يعني تقوم بتحريك من خلال هذه الأزرار. فكما تلاحظ تستطيع أيضا متابعة الشخص كأنه فيلم أحبابي في الله. فكما تلاحظ هي ستهرب، تستطيع التحريك أيضا وتنزل أسفل والأعلى أحبابي في الله من خلال تقنية 360 درجة. فكما تلاحظ يظهر شخص جديد أحبابي في الله. فكما تلاحظ إذن هذا هو الفيديو أحبابي في الله، وهذه الطريقة وهذه الميزة التي أطلقتها شركة جوجل عبر موقع يوتيوب أحبابي في الله. أتمنى أن تكون قد أعجبتكم واستفدتم منها، وكذلك اكتشفتم ميزة جديدة في موقع يوتيوب. كان معكم كالعادة علي القعشي من مدونة مجهول معلوماتي محترف. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وزيارة كافة حساباتنا على المواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.